بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الله الذي جعل لكم الليل الله لنا أنت لليتن يادرق الله جيتانو مظلما جلما لتسكنوا فيه برصوصت اندت الرقاقو والنهار كان يادرق الله جهنو مبصرا برهان عما لتتصرفوا فيه إن الله لذو فضل على الناس الله بسوّج لاي يجرو تابا لبيتنو ولكن أكثر الناس لا يشكرون نقرقن كسوّج أبزها نعوتشو آيا مسقنون ذلكم الله يا الله نورسو ربكم جيتاتشونو خالق كل شيء يهل نقر فتارينو لا إله إلا هو كرسو بستكر فتصم عملاك اللم فأنا تؤفكون وديتنا ويمتك ألبس ترى انديتنا ونقروا إلى كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون اندزيو با الله أنكس يمكدو تسووك يك ألبس عدوال الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله سبحانه وتعالى ارسونو يا مدر لن أنت مرقا يا درقا والسماء بناء سماينم طاريا يادرغه وصوركم ان انتنم يقرصاچو فاحسن صوركم قرصوچاچونم ياسامرو ارسونو ورزقكم من الطيبات كملكام سيسايوچ هلو يلغساچو ذلكم الله يا الله نو ربكم ينانت جيتا فتبارك الله رب العالمين يا علامات جيتا الله ردئت بزا هو الحي هياو ارسونو لا إله إلا هو كرسو بستكر عملاك يلم فدعوه مخلصين له الدين عملكو عجون لسويات الراجو ستونو لمنوت ويم عملكوت الحمد لله رب العالمين لا علماتو كي تعالى الله مسقانا يكباولا الله لباري عوچو يلقساتون تالاك نعمة وچن عالفو عالفو إيتك سنو عند الناس تاووس إيادة الرقاني اللو كان نزيا مهاكل لليتنا كانن ما فراركونو لليتنا كان بزيم الكومة كالتلاتشو لسول جو تهيوت جيك كفتن يايوهونة كميتالو لليت رفتن وصدبتالن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه نزيلاي محذوفة الليل على العلماء وچ جعل لكم الليل مظلما ለሊትን ጨለማ አደረገላችሁ ጨለማ መሆኑ ራሱ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኒዕማ ነው ማለት እረፍት እንድታገኙበት وجعلنا الليل لباسا الى البليل ما يشفانا ادرقنوال ቀንሳ والنهار مبصرا مضيئا برهانما ادرقنو ليتصرفوا فيه بالاسفار وقطع الاقطار والتمكن من الصناعات በተለያዩ አቅጣጫዎች ጉዞ እንዲያደርጉ ፈምሹ ፊ መናኪቢሃ በተባለው አቅጣጫ መሰረት በየአቅጣጫዎቹ አተንቀሳቀሱባት ምድር የናንተናት ብሏል خلقلكم ما في الارض جميعا ብሏል በሁሉም አቅጣጫ እንዲጓዙና የተለያዩ ስራዎችን ሰርተው ራሳቸውን እንዲያሻሽሉ እንዲለውጡ ለባሪያዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በገጽ በረከት የሰጠው ስጦታው ነው ይሄ ማን ቀን ማለት ነው
إن الله لذو فضل على الناس الله بسوچ لاي يتعلق چروتا بالبيتنو ما نادرق اللاچو الله انجي يهوم هنو جن ولكن أكثر الناس لا يشكرون سوچ أبزهان يوچاچو يامسوگن أمال الله كما قنيتاچو جمرو اسكهيو تاچو في السامي درس የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ አሟልቶ ለግሶ ያኖራቸው አንድ ቀን አላህን ሳይያስተውሱ አንድ ሰው የሆነች ነገር ከሰጣቸው ግን ለዘላለም ሲያወድሷት ይኖራሉ። አንድ ቀን ቸግሮ ያበደረህን ሰው የገሌ ነገር እንደው በጣም ነው የሚጠናብኝ የክፉ ቀን ሰው የነው ትላል። رب العالمين ግን አንድ ደቂቃ እንኳን ረስቶ ያውቅ ሴኮንድ እንኳን የምትተነፍሰው አየር የሱ ኒዕማ ነው። የኔን አየር ማንሸራሸር የለብህም ብሎ ቀብ ቢያረጋው አንተ የለህም የምትበላው ምግብ የሱ ነው የምትኖርበት ምድር የሱ ነው አንተም የሱ ነህ ኢና ሊላሂ ማለት እኮ ማዕናው ይሄ እኛ ያ አላህ ሀብት ነን ማለት እኮ وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون كسماء رزقاچو يوردال كمدرም ደሞ እንደዚሁ ራሳችሁም ውስጥ በርካታ ተአምሮች አሉ አስቡ አስተውሉ ይላል ይሄንን አስበው አላህን የሚያመሰግኑ ግን በጣም ጥቂቶች ናቸው። ማመስገን ካለባቸው እንኳን ለመخلوቁ ያደርሳሉ። ታሞ የሻረ ጊዜ አልሐምዱሊላህ አላህ አሻረኝ ብሎ ሰደቃ በመስጠት ፋንታ ሄዶ አንድ ቀብር ዘንድ ሲያርድ ታገኘዋል። ወይ ደግሞ አጂብኩ والله ሱብሃንአላህ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ወደ መخلوق መጠጋትን ይወዳል خالقون يرسل አብዛኛዎቹ እንደዚህ ናቸው ولكن اكثر الناس لا يشكرون ግን ወደዳችሁም ጠላችሁ ኒዕማ ሁሉ ከአላህ ነው ዛሊኩም الله ربكم ያን ሁሉ ያደረገው አላህ ነው እሱ ደግሞ የናንተ ጌታ ነው لا اله غيره ولا رب سواه ከሱ በስተቀር አምላክ የለም ከሱ በስተቀርም ተንከባካቢ ፍጹም የለም خالق كل شيء ሁሉ ነገር የፈጠረ እሱ ነው በሁሉም ነገር ላይ የተሟላ ስልጣን አለው بيفلق ما اطفات بيفلق معلومات ما اسغنيت ما اطفات يحيي ويميت ويرزق ويقيت بتجنيا يهنا جيتانا فانا تفكونا اندو وديت نو يمتتمعززوت يمتتقلبسوت الى اين تنصرفون وكيف تعبدون غيره من الاصنام والانداد كالله سبحانه وتعالى يا ليلى يا له فطرتاتن يمتعملكوتنا يمتماصنوت عباده للناس يمتادرسوت በምን አቅላችሁ ነው خلقው ነው رزقው ነው ምን አድርገው ነው ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون لنغرو عنده نو ህይወት የመጣችሁ dunia يهونات كذلك يؤفك الذين كانوا باياتنا يجحدون ድሮም የኛን አንቀጾች የሚክዱ የነበሩ ሰዎች እንዲሁ አሁን እናንተ በተቀለበሳችሁት መልኩ ነው ሲቀለበሱና ሲጠማዘዙ የነበሩት بغير دليل ولا برهان አንዳች ማስረጃ ሳይኖራቸው ማለት ነው الله الذي جعل لكم الارض قرارا አሁን ደሞ ሌላ ኒዕማውን አስተዋወሰን ለሊትና ቀን ቢፈራረቁ የት ሆነን ነውኛ ምድር ላይ ሆነን ምድርን ለእናንተ ማረፊያና መረጋጋያ ያደረጋት እሱ ነው አትናወጥብንም ወይም ደግሞ ለኛ አመችነትን አላጣችም እቹናት سنፈልግ እናርሳታለን سنፈልግ እንጓዝባታለን سنፈልግ እንገነባባታለን መጨረሻም ደግሞ ወደሷውን ገባለን منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى በተለያየ አቅጣጫዎቿ ተጉዘን ርዝቅ እንፈልጋለን فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور እንደሚል والسماء بناء سماين طار ادرجن سقفا محفوظا بالله سبحانه وتعالى يتطبق طار يعمل وصوركم قرص ستاچوال سوچ جنوچ انسساتوچ ادرجو سيابقى الله خلق يانن صورا ستو هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء له بمحاصنات است انانتن قرص ميسطا وسون وند سيت قي تقور ከዚያ በኋላ እድሜው ይሄን ያክል ርዝቁ ይሄን ያክል ሁሉ ነገር በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተወሰነ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ደሞ Subhanahu Wa Ta'ala ሰውን ሲخلق الله እጅግ በጣም ውብ አድርጎ ነው የخلقው لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم
ይሄ ሆኖ ይያለ ደግሞ እጅግ በጣም የተለያየ ነው ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم يا الله سرانا يسو زي لاي نومي ليو عند فابريكا عند نگر لما مرت بفلق بيانس يتوسنو شيوچن باند ديزايننا باند اينت كرس كبدت نو موطات ميچر هلون يتلاي اي ادرقو مخلقو يا الله سبحانه وتعالى بچا دمسو يتلاي اي ملكو يتلاي اي قومتو يتلاي اي رزقو يتلاي اي اختلاف ألسنتكم وألوانكم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فطروا انت يستكاكل في اي صوره ما شاء ركبك بفلقوا قرص الصوب ما يفلقوا براساتن مرجع يا راساتن انقرص يازجاجن انكون يلن سلا راساتن انكون ما درك منشلو يلن مالا هذه قدره الباري جل جلاله ورزقكم من الطيبات كترطرو سيسايوچم لنانتا لغسال ميبلو عينتوچن ادرغوال طعماچو يتلايي ملكاچو يتلايي قرصاچو يتلايي شتاچو يتلايي ناچ يميتطوم اندزيو منقساقشاوچن ليلوچن يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم كسماء يوهان اوردو لنانت كتلايو فرافريوچ سيساين اوطالاچو فلا تجعلوا لله اندادا كولا الله بالانطاوچن اتادرغوها وانتم تعلمون الا ذلك الله ربكم ينانت جيتا ميبالو يا نو انغدي ين كله يادرغو نو فتبارك الله تبارك ميلو ሁለት معنى له አንደኛው تعالى وتقدس كሁሉ በላይ ሆነ ማለት ከእንከን የጠራ ሆነ ማለት ሌላኛው ደግሞ كثر خيره وبره واحسانه لعباده ለባሪያዎቹ ያደረገው ጥሮታውና ኒዕማው ረድኤቱ በረከቱ በዛ ማለት አሁን እዚ አያ ላይ مناسب የሚሆነው ሁለተኛው معنى ነው والله اعلم تبارك الله تكاثر خيره وبره يميلو ማለት هو الحي هياو ማለት እሱ ነው وترم ينبر ودفيت من منور يما يطفى هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اول بلا ابتداء اخر بلا انتهاء من نشا يلهو يمجمريا الله سبحانه وتعالى مجرشا يلهو يمجرشا كله يالقال الله يالكم كل شيء هالك الا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام حياتك ونيام مالن هيوتالن احياء انبالالن ادر غن ينيا حيات يتوستنات الله سبحانه وتعالى لغسولن سيفلق دمو يوسدات يحيي ويميت هياو يادرغال يغلال امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين ذو سوره وسط انببنوال اسو غن موت يما ينكاو مطفات يما ينكاو الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم ማንቀላፋትም ሆነ መኝታ የሌለበት የሆነ ጌታ ነው ይላል لا اله الا هو لا معبود الا هو فادعوه مخلصين ከልባችሁ ውስጣችሁን ያጸዳችሁና ያጠራችሁ ስትሆኑ አምልኩት له الدين ለሱ አምልኩን الحمد لله رب العالمين لا الله سبحانه وتعالى مسጋና ይግባ አለ ለምን እንደው እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ተባለው على ما شرع وعلى ما انعم በሰጠው ጸጋም ሆነ በደነገገው ህጉ ሊመሰገን ይገባዋል ሁሉንም ያደረገላችሁ ስነውና የዓለማት ጌታ መስጋና ይግባው ይላል خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون
هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قل إني نهيت أن يتكلكي اللهن بلاتشو أن أعبد الذين تدعون من دون الله نزيان كالله ليلا يمتا ملكواتشون مملك تكلكي اللهن لما جاءني البينات من ربي كجيتاي بكل جلسي هونو ممرياوچ يمتولن غزي وامرت ان اسلم اجند ستم تازجالهن لرب العالمين لعلامات جيتا بلاچو يلان هو الذي خلقكم من تراب ارسم علات يا انانتن كافر يفطرو جيتا نو ثم من نطفه كزيام كتبتا ثم من علقة كزيام بمهاتن قدقدا كميلاكك ثم يخرجكم طفلا كزيام هسانا درقو ياوات اتشوهال ثم لتبلغوا أشدكم كزيام ابرتات درجات شهن درسو يارقال ثم لتكونوا شيوخا كزيام شماق اللي وجتهونو زد ومنكم من يتوفى كنانتو مهاكلم يميموت على قبل بلوغ الشيخوخه سايرج بفيت من قبله ولتبلغوا اجلا مسمى يتوسنوا كترم تدرسوا زند يميارغوا سنه ولعلكم تعقلون تتجنزبوا زند ويمتردوا زند ميكجلالنا الى هو الذي يحيي ويميت هياو يميادرغوا يميجدلوا مسنه فإذا قضى أمرا عند نجر كفرد ويمك وسنا فإنما يقول له كن هون بتشانو يميلو فيكون كزيابو هالام يهونا للا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أن زيانك الله ليلا يمتا ملكوات جون نجروج هلو اندالا ملك كجيتايبو كل تكالكيان لهن بلات جويلا نبي صلى الله عليه وسلم كالله ليلا كالو امالكتوج يصدو مهوناچون اندياوجو ايه برا يبالال كشرك راسن نصا مادرغ مالن كتلايو املكوج نصا ننيني الله سبحانه وتعالى كلكلونيال تكلكيالهون بلاچو وامرت تازجالله دغمو ان اسلم لرب العالمين يا علامات جيتا له هو لا الله سبحانه وتعالى ببتچنت اج اندست تازجالو اسلم مالت استسلم سطلت بلو تاززه اج سط مالن ولله اسلم من في السماوات والارض طوعا او كرها اندميلو بسماي بمدري الله لا الله سبحانه وتعالى اج سطوال بفقاد اج ميسطو بفقادو بغداج دغمو يالو مندزيو سايفلق الله سبحانه وتعالى تصرفوا بالنس لا يتفصامينو نبي صلى الله عليه وسلم قلنا ني براسي بفلاغوتي لا الله سبحانه وتعالى اجسط اتشالهن بلاچوال لا الله غبيچالو كنانتا املكو امالكتوچ نصانن بلاو سياوجو ما انو دمو الله ليلي چلالسو اللهن ما ماوكفلغاچو هو الذي خلقكم من تراب يالاچو الله مالت انانتن كافر يفطرو نوال اباتاچن ادم كافر نو يتفطروت كزيا بوحالا يالو سو دمو بزا لا يتمسرتو نو يتفطرو سلازي هولم كافر اند يتفطر ادرغو ميجلصو لزين مسرتو عفر سلهونا منها خلقناكم وفيها نعيدكم الى كصافطرناچو ودساو انملساچو حالن ومنها نخرجكم تاره اخرى بافر لا ينورال كافر بميمتا نغير يمغبال መልሶ ወደ ከርሰ ምድር ነው የሚገባው ስለዚህ መነሻቸው አፈር ነው ثم من نطفه خلقنا اباكم من تراب ማለት ነው አባታችሁ ካፈር ከዛ ውጪ ያለው ደግሞ ከጠብታ አለ የጠብታው ይዘት ምን እንደሆነ ደግሞ በሌላ ምዕራፍ ሲገልጽ من نطفه امشاج ይላል ቅልቅል ከሆነ ጠብታ ይላል ወንዱ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ አለ የሴቷ ደግሞ ፈሳሽ አለ ያንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱ በሚያቀውና ለዚህ ወደፊት ለሚጸነሰው ፍጡር ምቹ በሆነ ቦታ ላይ እንዲገናኝ አድርጎታል ሰዎች በፈቃዳቸው
ሊገድቡት ወይም ሊያደርጉት አይችሉም። ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين لك مچو بهون ما عرف يا لا يدرقنو الى قدر معلوم اس كتوسنو قطرو درس قويتاون يقرسال هدتوچ አሉ ተደግሞ እዛው ሆድ ውስጥ ይያለ الله سبحانه وتعالى بليلا آيا وقد خلقكم اطوارا له بتلايو هدتوچ እናንተን ፈጥሯል አፈር ነበር አፈሩ ሰው እንዲሆን አደረገ سو كهونه بحالا دغمو كراسو ابراك كفاي حوان فطره خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها حوانا ادم عنده ود عنده فلاغوت اندي نورو ادرغو فطره بنسو لا يتمسرطو بركاتا فطراتات اندي غني سلاسبه وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بركاتا وندوچنا سيتوچن دغمو كهولتاچو اسراچ بلو اندمناغرو نطفايتو فساشوا كوندو ود سيتوا تفناطرا ستهيد يهولتو يزر فساش تغناينتو تلاقح ميبالال مغنانيتو مواحدو مالن ثم من علقه علقا يهونال علقا مالت هولت معنا ني تسطو اندنياو القت مسل مالن حيوان المنوي ويم دمو يمني يوست فساش يوست دغمو اندزي حينت بركاتا بمليونوچ ميقطرو تقاقن نغروچ allo كنزيا ماكل ود مخلوقنت مكير يتفلقو مالت ودا سونت مالتينو يراسو يهونا مسمر تكتلو يهيدال تلاقح يهونال يوندو فساشنا يسيتو يزر طبتا ويم انقلالو مالن ثم من علاقتنا له يميلاكك مالت نو ليلانيو معنا دغم بمحصن غدغدا يلاكك كزيام ليروش هيدوتوچ አሉ لماج سغا يمسلال مضغتين بلو يگلطوا ከዚያ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅርጽ ይሰጣዋል አጥንት ያደርግበታል አጥንቱን ደግሞ ስጋ ያለብሰዋል فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر ከዚያ ሌላ ፍጡር እናረጋዋለን ፈሳሽ የነበረው ሰው ይሆናል አይን ያለው ጆሮ ያለው ቅርጽ ያለው እጅ ያለው እግር ያለው نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا امي سما امي عينا رغوالن ثم يخرجكم طفلا كذا بوحالا دغمو حصان ادرغو ياوطاچوال كما حصنات ود مدر سيوطا اناتو ستولدو حصان هو يولدال كذا يكون صغيرا تنش لجي هونال غولماسا يهونال وطات يهونال هدتوچن يالفال اندغنا ارجنا يمطال الله الذي خلقكم من ضعف كدكمت يفطراچونو ثم جعل من بعد ضعف قوه كزياده كمانت بوحالا دغمو غلبتن ادرج الله اقم سطو غلبت ياغنيه غزي نو انغدي يمياسطو ياسالفون يدتولو يرسانا ما يحيي العظام الا انا ميقسقس اندمو اطنتوچاچنن الى كزياس ثم جعل من بعد قوه ضعفا كتنكارا غلبت بوحالا دغمو دكمت يمطال ጠንካራ የነበረው እግሩ እንደ ልብ መራመዱን ያቆማል ወገብ መንቀሳቀስን ቢተላለጅ ምርኩዝ ያስፈልጋል ወደታች ያቆለቆለ ይሄዳል ለሞ እንደገና ثم لتبلغوا اشدكم قال وهلا ثم لتكونوا شيوخا شماغሌዎችም ለተሆኑ ሂደቶችን እናሳልፋችኋለን ከዚያስ ምን ይከተላል ومنكم من يتوفى كنانتو مهكل እዚያ ሳይደርስም ይሞታል በእናቱ ማህፀን ውስጥ ሞቶ የሚወጣል ተወልዶ ጥቂት ሳምንታት ሳይሰነብት ይሞታል መማር ከጀመረ እንደ ዘመናችን እንበልና መንቀሳቀስ ከጀመረ በኋላ ይሞታል ወጣት ከሆነ በኋላ ተስፋ ሲጣለበት ይሞታል ቶሎ ደሞ እድሜው አላልቀለት ብሎ የሚቸገርም ማለት ወሚንኩም መይረዱ ኢላ አርዘል ዑሙር ኢላ አስተናጋጁ ኻዳሙ እንኳን እንደውሱስ እንኳን ይበቃው ነበር እስከሚለው ድረስ ሱብሃንአላህ ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى يتوسنچوا قطرو ሁላችሁም እንድትدرسو ነው ረጅም እንዲሆንለት የተፈለገው ረጅም ይሆናል ለምን ገና በእናቱ ማህፀን ይያለ ነው እድሜው የሚጻፈው فيؤمر بكتب رزقه وعمله واجله وشقي او سعيد سراو ادميو رزقو ادلبيس ادلهنيا مؤمن كافر تبلو تمزغبو يقمتلتال مرچاو من اندهونم كوديو رب العالمين سلام ياوقو مالن ولعلكم تعقلون
ታስታውሱ ዘንድም ይከጀላልና ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህን ሂደቶች በእናንተ ላይ የሚያፈራርቀው ይሄና አይቶ ልብ ሚል ካለ ማለት هو الذي يحيي ህይወት የሚሰጠውም እሱ ብቻ ነው ከሱ ውጪ ህይወት የሚሰጥ አንድም አካል የለም ወይሚት የሚገለውም እሱ ነው ያልነበረውን ለምን አስገኘህ ብሎ የሚጠይቅ የለው የነበረውን ደግሞ ለምን አጠፋህ ብሎም የሚከሰ የለ لا يسأل عما يفعل በሚሰራው ነገር የማይጠየቅ የሆነ ጌታ ነው ብቻኛ ይሄን ለማድረግ የሚችለው الله سبحانه وتعالى ብቻ ነው لا يقدر على ذلك احد سواه فاذا قضى امرا عند ነገር የፈረደ ጊዜ ወይ አንድን ሰው መሞት ወይም መወለድ ወይም መክበር ወይም መደህየት ወይም መሾም ወይም መሻር ወይ መታመም ወይ ጤና ማግኘት እንግዲህ በሰው ላይ የሚፈራረቁ ነገሮች እጅግ በጣም በርካታ ናቸው በአለም ላይ የሚፈጠሩ ነገሮች ቁጥር ስፍር የላቸውም ኩለ የውምን ሁወ ፊ ሻን አዳዲስ ነገሮችን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰራ ግን ያንን ነገር ሲፈርድ ምንድነው የሚያረጋው የሚያማክረው አያስፈልገውም የሚያወያየው አያስፈልገውም ሞጣማ ውረድም የለም فاذا قضى امرا فانما يقول له كن هون لوال كذا فيكون يهونال انجي አልሆንም ብሎ መቅረት የሚችላል لا يخالف ولا يمانع مالت نحن الم ترى الى الذين يجادلون في ايات الله ان يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله እነዚያን የአላህን አንቀጾች በአላህ አንቀጾች የሚከራከሩ ሰዎች አላየህምን አና ዩስረፉን ወዴት ነው የሚጠማዘዙ ተረ አለዚነ ከዘቡ ቢልኪታብ መጽሐፉን ያስተባበሉ የሆኑት ወቢማ አርሰልና ቢሂ ሩሱለና መልእክተኞቻችንን በላክንበትም ጉዳይ ያስተባበሉት ፈሰውፈ ያዕለሙን ወደፊት ያውቃሉ መገበተ ማሁም ፊህ إذ الأغلال في أعناقهم إنزاز اللاوش بأنغتوش تشولاي بميتلقو إلت والسلاسل سنسلتوشم يسحبون في الحميم بفلاوها غست يقتتالو ثم في النار يسجرون كزيان بأساتو يكتاتلالو إلا ثم قيل لهم كزيابوها على النصيب بالال أينما كنتم تشركون ታሻርኩት የነበረው የት ነው ያለው ረ ለምን አያድናችሁ ይባላሉ من دون الله كالله سبحانه وتعالى لا ታሻርኳቸው የነበሩት ሲባሉ قالوا ضلوا عنا طفوا بنكو ይላሉ بل لم نكن ندعو من قبل شيئا يلكونس قدم ሲልኛ አንዳችም ነገር የምናመልክ አልነበርንም كنتو حساباችንን እንጂ كذلك يضل الله الكافرين الله كهاديانن اندي بزي ملكو ياطماچوال ذالكم ايه هون ياللاچوبت نغراچو بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق بمدر لاي يالا اغبابو تدسطو ويم تكورو بنبراچو طفاتاچو صابيا نو وبما كنتم تمرحون وبما كنتم تستكبرون تنقبارروبت بنبراچوتم مكنياتو ادخلوا ابواب جهنم የጀሃነም በሮችን እነሆ ግቡባቸው خالدين فيها በውስጣቸው ዘውታሪዎች ስትሆኑ فبئس مثوى المتكبرين
የኩራተኞች ማረፊያ ምንኛ የከፋች ናት ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እንግዲህ አላህ ረብ አልዓለሚን ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲገረሙ ተዓጁብ እንዲያደርጉ እንደው የነዚህን ሰዎች ነገር ሰምተሃል ወይ እንዳው ታውቀዋለህ ሆይ በጣም እኮ ይገርማል ማለት ነው። አለም ተራ የሚላቸው አላየህምን እንዲህ አይነት እኮ ሰዎችም አሉ። ኢለለዚነ ዩጃዲሉነ ፊ አያቲላህ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንቀጾች የሚከራከሩ የሆኑትን ሰዎች አለ። አላህ ኪታብ አላወረደም ነብይ አላከም የምትሉት ነገር ሁሉ ትክክል አይደለም ይላሉ ከአንቢያዎች ጋራ የሚከራከሩ የሆኑ ማለት ነው። አና ይስረፉን ወዴት ነው የሚታጠፉት የሚቀለበሱት የሚጠማዘዙት? ሐቁ ፍንትው ብሎ እየተስተዋለ ያንን ጥለው ሲያበቁ ወዴት አቅጣጫ ነው እንደው ይሄዱ ያሉት አለ። هذا لتعجيب النبي صلى الله عليه وسلم من احوالهم ሁኔታቸውን የሚያስገርም መሆኑን ሊገልጽላቸው ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እነማናቸው ካልከ ደግሞ الذين كذبوا بالكتاب እኛ ያወረድነውን ኪታብ ያስተባበሉ የሆኑ ናቸው። وبما ارسلنا به رسلنا መልእክተኞቻችንን በላክንበት ቁርአንን ብቻ ሳይሆን ቀደምት ነብዮችንም ጭምር ያስተባበሉ አንዱንም ያልተቀበሉ من الهدى والبيان ነብዮች የተሰጡት ነገር ያልተቀበሉ ናቸው። ግን ዛሬ በዱንያ ላይ በተሰጠቻቸው ነጻነት ተጠቅመው ክህደትን ቢመርጡም ቅሉ فسوف يعلمون ወደፊት የክህደታቸውን ውጤት ያውቃሉ የሚያገኙበት ቀን አለ። ويل للمكذبين ላስተባባዮች ወዮላቸው ይላሉ። መቼ ነው ከተባለ اذ الاغلال في اعناقهم የጀሃነም እንዛዝላዎች በአንገቶቻቸው በሚጠለቁላቸው ለት ለማምለጥ ለመሸሽ በማይቻልበት ሁኔታ والسلاسل ሰንሰለቶች ደግሞ እግሮቻቸውና እጆቻቸውን ጠርንፈው በሚጠልፉበት ለት አለ። ሁለት አይነት ቅጣት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘጋጅቷል። አንደኛው እሳት ነው። ሌላኛው ደግሞ ከዚያ ተቃራኒ ቀዝቃዛ ውሃ ነው ወይም ትኩስ ውሃ። ውሃ እሳትን ያጠፋል እዚህ ዱንያ ላይ፣ እዚያ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጀሃነም ሰዎችን እሳትና ውሃ ያፈራርቅላቸዋል። ውሃው ሰውነታቸውን ይቀቅላል ይጠብሳቸዋል፣ እሳቱም እንደዚሁ ያሳርራቸዋል። ዒያዘን ቢላህ يسحبون في الحميم በጀሃነም ውስጥ ይጎተታሉ አለ። በራሳቸው ተንቀሳቅሰው እንዳይሄዱ እጅግራቸው ታስሯል፣ አንገታቸው በእንዛዝላ ተጠልፏል። ከዚያ ማን ነው የሚገትታቸው? መላእካ ይገትታቸዋል። አዘባኒያቱ تسحبهم على وجوههم በፊቶቻቸው ደፍተው ነው መሬት ለመሬት የሚጎትቷቸው። ثم في النار يسجرون ከዚያም በእሳት ይቀጣጠላሉ ይነዳሉ አለ። الله عز وجل بل الى ايام من دهلال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون አረመኔዎቹ ያስተባብሉባት የነበረችው ጀሃነም እኮ እነሆ ይችናት። يطوفون بينها وبين حميم طعام الاثيم የወንጀለኛ ምግብ እሷናት። ثم انكم በሷና በፈላው የውሃ እሳት ውስጥ ይመላለሳሉ። حميم ማለት የፈላ ማለት ነው። አኒ ማለትም የፈላ ነው። ነገሩን ጠበቅ አድርጎ እየተናገረ ነው። ምንድነው ምግባቸው? አይርባቸውም ወይ? የሚበሉት አላቸው። ان شجره الزقوم ايها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون انت تماما አስተባባዮች ሆይ ከዘቁም የሆነችን ዛፍ ትመገባላችሁ ሆዳችሁንም ትመላላችሁ። فشاربون عليه من الحميم على በዚያ ላይ ደግሞ የፈላውን ውሃ ተጠጣላችሁ። መጠጥ ካሉ ያ ነው የሚሰጣቸው ወይም መግልና እጅ ነው። وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم አንጀታቸውን ቁርጥርጥ ያደርጓል ነው የሚለው። حول ولا قوه الا بالله ثم قيل لهم كذا للناس يبالال على سبيل التقريع والتوبيخ بوقسانا بماوارد ملكو نو اينما كنتم تشركون እስከ ዛሬ ታሻርኳቸው የነበራችሁት አማልክቶቻችሁ የት አሉ? ምን ነው ዛሬ ከዚህ ችግራችሁ አልታደጓችሁም? ከዚህ ውርደት ለምን አላዳኗችሁም? ሹፈዓኡና عند الله ስትሉ አልነበረም ወይ?
አላህ ፊት አማላጆቻችን ናቸው ብላችሁ ነበረ የታሉ ይሏቸዋል መላእክቶቹ ማለት ነው መልሳቸው ምን ይሆናል ضلوا عنا ይላሉ ጠፉብን እኮ አይታዩንም አሁን ለነገ ለክፉ ቀን ብለን ያሰብናቸው ሁሉ ከጃችን ረገፉ ጠፉብን ይላሉ ድሮም ቆም ነገር ያለው ነገር መቻ መለክንና በለምነኩን ندعو شيئا شيء እንኳን ማለት አልቻሉ እንደው እንዲህ አይነት ነገር ነው የሚባል ከቁጥር የሚገባ ነገር አላመለክንም እኮኛ ድሮውኑ ከንቱ ነገር ባዶ ነገር ነበር ስናመልክ የነበረው ይላሉ وفي هذا المعنى قوله تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم تفوا باچو وذلك افكهم قال يا مدرسو شتاچو قال نبره ماشي چبط نغر اللهنا وما كانوا يفترون له بل الى آية اينما كنتم تدعون من دون الله يتنبروا بلو سيطيقوا قالوا آذناك ما منا من شهيد انيا الناس اوقحلن يتاوقلن كانيا مهكل አማልክቶች ካንተ በስተቀር ይገኛሉ ብሎ የሚመስከር አንድም የለ ይላል አሁን ገብቶና አለ ማለት እንጂ በዱንያ ላይማ ሲሉ ነበር كذلك يضل الله الكافرين الله سبحانه وتعالى ካፊሮችን እንዲህ በዚህ መልኩ ያጠማቸዋል አለ ከዚያስ ምን ይሆናል ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق يهكو چغر يگطماچو بدنيا لاي بمدر لاي يالا اغبابو تدسسو سلنبره نو گيتان مياسقطا انانتن ياسدسساچو نبر الله ميطلاون تودو نبر الله ببچنين سيوسا يكفاچو نبر اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير وبما كنتم تمرحون تأشرون وتبطرون تكورونا تنكبارلو سلنبرمنا مدر لاي كنيا بلاي لاسار بتاريس بهم منا قباو بنيا قداي عن التازز اللتن بلاتو تكورو سلنبرا يمي قباتو هردتنا وبلونا الله سبحانه وتعالى بزملك يوارداتو هلاتو ودي تادا ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها የጀሃነም በሮች ለዘላለም ትኖሩ ዘንድ ግቡባቸው ይላቸዋል ፈቢእሰ መስወል ሙተከብሪን የኩራተኞች ማረፊያ ምንኛ የከፋች ናት አለ በጣሙን የከፋች ዘግናኝ የሆነች መኖሪያ ናት ማለት ነው فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون فاصبر تاقس إن وعد الله حق يا الله قال أونه فإما نرينك بعض الذي نعدهم فالنسو لاي የምንቀጥርባቸውን ወይም የምንዘትባቸውን ከፊሉን ብናሳይ አው ነተወፈየነከ ወይም ደግሞ አንተን ብንወስድህና ብትሞት በየትኛው መልኩ فإلينا يرجعون ወደኛ ብቻ ነው የሚመለሱት ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ካንተ በፊት መልእክተኞችን በእርግጥ ልከናል منهم من قصصنا عليك ከነሱ መካከል ታሪካቸውን የነገርንህ አሉ ومنهم من لم نقصص عليك كنسوم تاريكاتهون يالتركن له يغنالو وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله عند ملكتنيا بالله فقاد قال هنا بستقر تامر مامطات ايتشالو فاذا جاء امر الله يا الله فقاد ويمتزاز يمتا غزي قضي بالحق باونت يفردال وخسر هنالك المبطلون ከንቱ ጥፋተኞች እዚያለታ እዚያ ቦታ ይከስራሉ ይላል ፋስብር
ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ብሎም የስታቸውን ፈለግ ለተከተሉ ሙእሚኖች የተላለፈ ምክር ነው። ታገስ በሚገጥሙህ ችግሮች ማስተባበልም ሆነ ማዋረድ ሌሎችን መሳለቅና መበደል በአንተ ላይ መፈጸማቸው ግልጽ ነው። ሆኖም በትዕግስት ልትወጣው ይጠበቅብሃል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንተን ድል እንደሚሰጥህ ቃል ገብቶልሃል። وعدك النصر والظفر على قومك بنني كهاديان وغنوچه لاي يبلايتنا دل اندمياقداجه يمچرشاو يميامرو لانت مهونون بدنيا لاي مهونه باخره سكيت يانت مهونون قال غبطال اسكزي ادرس گن تاگس لمندنو زاري سيطفو مالايو بلا حتچنق بفلق از دنيا لاي قطاچوالو انت يايه بالفلق دگمو انت كزي عالم كهيرك بوحالا لتتكيو تولد يتشالا اماراج لامت الله تشلالو يهي ينينو فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب مالتنا وكاكتات في الدنيا بزيو بدنيا لاي بالناس ايه او نتوفينك ويم دقمو انت يهنن ساتايو بنوسدهن ادميه بيتناكك هلو مكنو هل من قزيه من ميعملتو بطنية تايلم انت ايهم مالا ايه فإلينا يرجعون ودنيانو يمين ملسود فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة باخرا برتون قطات الناك امساچو አለን ማለት ይሄ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነስሩ ለምን ዛሬ አልሆነ እንዳይሉ ያህል እንጂ መጨረሻ ላይ ግን ተክባራው ያደረገላቸው ምንድነው እዚሁ ዱንያ ላይ ነስራ አሳይታቸው አሳይቷቸዋል የበድርለት እና አቡ ጀህል እና ዑትባ እና ሸይባ የሚባሉት ቀንደኛ የኢስላም ጠላቶች ሲወድቁ አይተዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደውም ጀናዛው ተረፍርፎ አንድ ቦታ ላይ እንደተቀመጠ ብቅ ብለው فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا جيتاچو لنانته يگبالاچون قالونتهم اگنياچوت انيا ببكولاچن اگينتنالن نوالو قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الله ناصر ستالو بلو نبر يهو ستن بلو ياناگرالو عمر متونا رسول الله الوچ ما تكلم من اجساد قد جيفو يتنبو اكالاتن نو ندرسوم ياناگروت الوچو زنبلما አሁን እኔ የምናገረውን እናንተ ከነሱ የበለጠ አትሰሙም እየሰሙ ነው ያሉት ግን አሉ ወላኪንሁም ላ ይጂቡን መልስ አይሰጡም አሉ ሌሎችም አንቢያዎች እንዳደረጉት فكيف آسى على قوم كافرين ይያሉ እንደተናገሩት ማለት ነስሩን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳያቸው ከዚያ በኋላ ደግሞ መካ ተከፈተች ከመካ በኋላ ሻም ተከፈተ ሂራቅል ተንቀጠቀጠ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀዚረተ አልዓረብን በእስላም ጥራሰ አካተዋት ነው ከዚያ ዓለም የተነጠሉት ስለዚህ ነስሩ ተገኘ ቀሪውን ደሞ ኸሊፋዎቻቸው እና አቡበክር እና ዑመር እና ዑስማን እና ዓሊ እና ሙዓዊያ ሌሎችም እየተተኩ የመጡት የኢስላም መሪዎችና ሊቃውንቶች ዓላማውን ገፍተውበት ለስኬት በቅቷል ማለት ነው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነስሩን በተጨባጭ የዱንያውን አሳይቷቸዋል በአኺራ ደሞ የገባላቸው ቃል የማይታጠፍ ነው አሳ አይብዐተከ ረብከ መቃማ መህሙዳ بتمسكنوا ما ارغ لا جيت اهل يكسكسه تسفى يدرغال بلواچوا ووعد الله لا يخلف ولقد ارسلنا رسلا من قبلك كانت بفيت بركاتا نبيوچن لكنال فحصل لهم ما حصل لك انت نيغتمه نغر انسونم غطمواچوال معناتنو من التكذيب والصد ما استبابلون بتنينتو عزام ادرغو تفصموال بنسو لاي لانت يتبالو لنزيام تبلوال ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك منهم من قصصنا عليك تاريخاتهم ينغرنا حالو الناس تقيتوچو ناتشو ك315 رسلوچ ماحكل ي 25و بيچا نو بالقران يتتكسو ينسوم تاريخاتهم بزرز يتتكسو تقيتوچ ناتشو وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله عند ملكتنيا يا الله فقادك ليلبت بستقر تامر مامطات فصمو عايساكالت معجزه ما سايت يا نبي سلطانو ما اقمو ما ادلم يالنا معجزه تاع ده مندنو كتبالا الله لنبيوچ ميادرغو دغاف ايه ايات تلك تمرت يسطنال معجزه بنبيوچ اج قال هنا كرامام بوليناي ننج بايوچ اج ايدلم زاري بيا كبابيو يالو سوچ كرامالن بلو سوي لاي فكرال أمبي كالك بكرامايت ألفها اللو تتنكك فرعينيلا هذا مجرد تهويل ما أنم لأسفر الرام ميشي لبتنا قرار اللو الله سبحانه وتعالى لاندو وداجو كراما لمستت كفلقه بتج أنك بالساعة هنا نصر يارق اللتال يعنو كراما مالا لصالحوش
ሰሃቦች ለሌሎችም ሲደረግ የቆየ ነገር ነው ላ ዩንከር መኖሩ አይካድም ግን በጅህ እንደያዝከው ዱላ ማስፈራሪያ ለታረገው የተሰጠ ነገር አይደለም حتى አንቢያዎች ምንም ማምጣት አትችሉም ነው የተባሉት አንድ ነብይ ያ አላህ ፍቃድ ከሌለበት በስተቀር ሙዕጅዛ ማምጣት አይችልም ማለት وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله ሌላም ቦታ ላይ لكل اجل كتاب الله ሁሉም ነገር የራሱ የሆነ ቀጠሮ አለው ባይሆን አላህ ሊያደርግ የፈለገ እንደው ደግሞ ማንንም አያቅበውም ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده الله لسويك كفتهون رحمه ما انما يجدبهم يزغاون ما انما يكفتهم ليلقوا مشل يلم فاذا جاء امر الله وهو عذابه ونكاله بالمكذبين كهديان ما واردوا مقطعته يدرسه غزي قضي بالحق ونتهياو فرد فردال بدنيا ام لا يهون باخره فينجو المؤمنون ويخسر ويهلك الكافرون امانيوچ دنالو كهديانوچ دغمو يكسرالو وخسر هنالك المبطلون على ازيا بوتا لاي نو انغدي غفنيوچنا مطفو سريوچ يميكسروت الى الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون الله الذي جعل لكم الأنعام እንሰሳትን የፈጠረላችሁ አላህ ነው ሊተርከቡ منها ከነሱ የተወሰኑትን እንድትጋርልቧቸውና እንድትጓጓዙባቸው ومنها تاكلون ከእንሰሳቶችም ትመገባላችሁ ولكم فيها منافع لننتم بالنسو لاي በርካታ ጠቀሜታዎች አሏችሁ ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم በልቦናዎቻችሁ ያሉ ጉዳዮቻችሁም ዘንድ በእነሱ እንድትደርሱ وعليها በእንሰሳቶችና وعلى الفلك تحملون በመርከቦች ትጓጓዛላችሁ ይላል ويريكم آياته ተአምራቶቹን ያሳያችኋል الله فأي آيات الله تنكرون ከጌታ ተአምራቶችና አንቀጾች ለመሆኑ የትኛውን ነው እናንተ የምትክዱታል የትኛው ነው ሊካድ የሚገባው ማለት ነው الله سبحانه وتعالى بنزي آياتك دغمو نعماوچو نو ياستاوسن يالو يقران اكاهد هول غزيم انداند غزي ماسفراریاوچن نذوروچن يدردرال ليلا غزي دغمو نعماوچون ياستاوسال بانذار بماستنققياو يالدنغته بنعماو ود ما مسغن يملس كهونه منغدوچن لمامچاچتنا سوچ ود هدايا انديمطو لمادرغن بولتاوس بكل بيتايي ማንኛውን ኒዕማ የሰጣችሁ አላህ እንጂ ማን ነው ወማ ቢኩም ሚን ኒዕመቲን ፈሚን አላህ በእናንተ እጅ ያለ የትኛውም ኒዕማ እኮ ከአላህ ነው የመጣው ከእነዚያ መካከል አለ አላሁ አለዚ ጀዐለ ለኩም ልአንዓም አላህ ማለት ያ እንስሳቶችን ለእናንተ ያደረገው ነው አለ ሰዎች የሚገለገሏቸው እንስሳቶች በጉልበት ከሰው አንሰው አይደለም የሚገዙት ግመልን የሰው ልጅ የሚያንበረክክበት አቅም ኑሮት አይደለም لكن الله سبحانه وتعالى اغلب قلب لو سخروتال اغرتوتال 100 جملوچن عفاچون بجمل شببو عند حصان لج كفيت لفيت سيهد تكتلو نو ميهدوت الله لما اغلغل اند فطراچو ياوقال ايشفطو فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت لها ايهو بريوچ لاموچن نتتقمال فيلوچ انكو بيروطو سوروطو ما يدرسباچو هنيتا نو ترارا لاي موطات يچلالو جدل منطلاطل يچلالو لكن ربك سخر الله سبحانه وتعالى اغرج ايه اللي ان انت يادرغه اسو نو الى فمنها ركوبهم ومنها ياكلون الى البليلا مانكس كان ساتوچ يميغواغوازو باچو አሏቸው ሚበሏቸውም አሏቸው ስጋው ልትበላ በገመድ ጠልፈህ ስትጥለው ሰጥለጥ ብሎ ትጠቀመዋለ ምንም ጉዳት ምንም ጥቃት ሳይደርስብህ ማለት ነው ወተቶቻቸው ይታለባሉ መናፊዕ ብሎ የሚገልጸው መጓጓዣ ይሆናሉ ቆዳቸው ያገለግላል ጸጉራቸው ያገለግላል አጥንታቸው ሳይቀር ያገለግላል ቀንዳቸው ያገለግላል ሁሉም ጥቅም ስለዚህ ወለኩም فيها منافع ሚለው ይሄንን ሊገልጽልን ነው
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين كصغرو تشاچو كقداو تشاچو كمنو تشاچو እስከ ግዜው ድረስ መጣቀሚያ ተጠቀማላችሁ አለ። የሚለበሱት እነሱ የሚበሉት እነሱ የሚያርሱት የሚያገለግሉት እነሱ هذا من نعم الله عز وجل ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم بلبوناዎቻችሁ ያሉ حاجهዎቻችሁም እንድደርሱ አመቻችቶላችኋል ይሄ እንግዲህ የየብስ መገልገያዎች ናቸው በባህር ላይ ሳ እንሰሳቶች ያገለግላሉ ወይ ባያገለግሉ ሌላ ነገር አላህ አግርቷል وعليها وعلى الفلك تحملون على በታንኳዎችና በጀልባዎች በመርከቦች ደሞ ትጓጓዛላችሁ ይላል ዛሬ ዘመን ደሞ ሰው ሰራሽ መሳሪያዎችን አላህ አግርቷል ይሄንንም ሳይጠቅስ አልቀረም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ويخلق ما لا تعلمون الا ስለብዙ እንሰሳቶች እንሰሳቶች ሲናገር ይቆይና የማታውቁትንም ይፈጥራል አለ አዎ ፈጥሯል ዛሬ ደግሞ መኪናዎች አሉ መርከቦችም ልዩ ዘመናዊ ይዘት አላቸው በህዋ ላይ የሚበርበት ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጥሯል خلق لكم ما في الارض جميعا በምድር ያለ ነገር ሁሉ ለእናንተ ፈጠረ እንካችሁ ተጠቀሟል ባይሆን እኔን ተገዟል አምልኳችሁን ምስጋናችሁን ሹክራችሁን ለኔ አድርጉ ነው ያለ ያለው ማለት ነው أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون أفلم يسيروا في الأرض بمدر وستال تقواز منه فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كبفتاتشو ينبروتو مجرشا انديت اندهون يستولو زند كانوا أكثر منهم كقطرا قويا كالنسو يبلت بزات نبراتشو واشد قوه كاكمن بكل يبلطون يبرطون نبروا واثارا في الارض بمدر لاي كالاچو قرسم ماكوايا فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون يا كابتوت ينبروا نجر منم ليادناچو አልቻለም فلما جاءتهم رسلهم بالبينات ملكتنيوچاچو ግልጽ መመሪያዎችን ይዘውላቸው ሲመጡ ግዜ فرحوا بما عندهم من العلم በነሱ ዘንድ ባለው እውቀት ተደሰቱ እኛ ዋቂዎች ነን አንፈልግም አሉ وحاق بهم بنسهم لا يسفر ما كانوا به يستهزئون يسالقبت የነበረው ነገር ይላል فلما راوا باسنا قطعاتችንን ያዩ ጊዜ قالوا آمنا بالله وحده بالله በብቸኝነት አመነንበታል አሉ መከራው ሲይዛቸው وكفرنا بما كنا به مشركين ان الشركبت ينبرون نغر كله كادنوا فلم يكن ينفعهم ايمانهم غنا امنتاچو ميتقماچو ليهون አልነበረ ميتقماچو አልነበረ لما راوا باسنا قطعاتاچون ياዩ ግዜ ማመናቸው سنه الله التي قد خلت في عباده بباریاዎቹ ላይ ያለፈች الله سرአت ستهون وخسر هنالك الكافرون እዚያ ቦታ ከሃዲያኑ ከሰሩ ይላል እንግዲህ ህዝቦች ትውልዶች የራሳቸው መጨረሻ
ምን እንደሆነ ለማወቅ ከፈለጉ ከበፊታቸው ያለፉትን ሰዎች የሐያት ሂደት ማየት የግድ ነው የሚሆነው። ለዚህ ደግሞ መንቀሳቀስን ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እየጋበዘን ያለው። ቁረይሾች ይንቀሳቀሱ ነበር ርህለተ ሽታኢ ወሰይፍ አላቸው። ሲያሻቸው ወደ ሻም ይሄዳሉ፣ ሌላ ጊዜ ወደ የመን፣ ሌላ ጊዜ ወደ ሐበሻ፣ ሌላ ጊዜም ወደ ፋሪስ ወደ ኢራን ይሄዱ ነበር። በእነኚህ አካባቢዎች ሁሉ ታሪካዊ አስገራሚ ቅርሶች አሉ። እነዚያ ነገሮች እዚህ ቦታ ላይ ልዩ ህዝቦች ነበሩ ማለትን ያስተምራሉ። ግን የደረሱ መጨረሻቸው ምን ሆነ? عاقل هين ما سب يجدنا لذين الله سبحانه وتعالى افلم يسيروا في الارض ملو بمدر لا يالتغوازم وينني سوچي هدوا ياوقم وي سيغوازو دغمو اندو شكت لما زواور بتشا سايهون فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كبفيتاچو ينبروت سوچ مچرشا انديت نبره يميلو لما استوال التغوازم ويانا كنسوا بفيت ينبروا السووج كانوا أكثر منهم قطراتهم كنسوا يبزا نبر آكماتهم كنسوا يبرتا نبر فرعون الناوغن وچو كن يابلا إلى سار بلو فرعون الناملا كادر قو سيموال يعادنا يثمود هزبوچ دقمو بسلتانيا چو كورتوال بات اقبات چو يميالفن يوچ سو بچ كاني يقلاتو نبر مديننا شعيب وغن وچم من دزهو نبرو من اشد منا قوه كنيا بلا يغلبتي يالو دمو ما نوصو انغري هيكو بتزواري هي فطاري ميبالو بس بيون ينيا نحلاقم ينورو يهونو وين دمالا يهودوچ نحن اغنياء انيا هبتاموچنن ان الله فقير ونحن اغنياء الله دهانو انيا غن هبتاموچنن چغروت بدر يطيقن نو من الذي يقرض الله قرضا حسنا يلالا እንግዲህ እንዲህ አይነት ዲት ያላቸው ህዝቦች አልፈዋል። ግን የደረሱ ኩራታቸው እምን አደረሳቸው كانوا اكثر منهم واشد قوه واثارا ቅርሳቸውም ይታይ ከተባለ የዚያን ጊዜ የዛሬ 5000 6000 ዓመት የነበረ ስልጣኔ የዛሬው ዘመን ሰው ጨረቃ ላይ ወጥቻለሁ በሚልበት እንኳን ወቅት ያን የመሰለ መስራት ያዳገተው የሆነ ስልጣኔ እና ያለ ምንድን ነበር የሚጠቀሙት? ምን አይነት ቴክኖሎጂ ነበር ብሎ እየተገረመ ነው ያለው። فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون መጨረሻው ግን ያ የከሰቡት ነገር የሚያድናቸው ሆኖ አልተገኘም። ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅጣት ሲመጣ ላንዳፍታም አላቆያቸውም። وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى ان اخذه اليم شديد ስለዚህ ምን አለ? فلما جاءتهم رسلهم بالبينات መልእክተኞቻቸው ግልጽ ሆኑ መመሪያዎች ወይም ሙዕጅዛዎችን ይዘውላቸው ሲመጡ ግዜ በእነሱ ዘንድ ባለው ዕውቀት ተደሰቱ። እኛኮ ብዙ ዕውቀት ያለን ሰዎች ነን፣ ምሁራን ነን፣ እኛኮ በርካታ ግኝቶችን ያገኘነን፣ ማን ነው ደሞ እኛን የሚያስተምረው ብለው ከነብዮች በኩል የሚመጣውን ዕውቀት በንቀት ተመለከቱት ማለት ነው። ሱብሃንአላህ እቺ አያ ልክ ዛሬ ያለውን ተጨባጭ መታወራ ነው የምትመስለው። ዛሬም ያለው ይሄ ነው። ለምን በአላህ አታምንም አትፈራም ወይ ስትለው አከቶ ይሄ ድሮ ዘመን ሰዎች ደካማ አሳሰብ ሲያስቡ ጊዜ የነበረ ነው። ዛሬ ሰው ነቅቶ ተራምዶ ይደርሳል ይላል። ይደርሳል፣ ተሰነብታለ፣ ትሞታለ፣ አፈር ትገባለ፣ የትም አልደረስክም። وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ያ ያፌዙበት ይሳለቁበት የነበረው ነገር በእነሱ ላይ ሰፈረ። ቅጣት የለም ብለው አፊዘው ነበር። ቅጣቱ ግን ቀብ ሲያረጋቸው ምን አሉ? አማልክቶቻቸውን ሁሉ ርግፍ አድርገው ጥለው فلما راوا بسنا قالوا آمنا بالله وحده እኛ በአላህ አመናናል በብቸኝነት። ፍርዓውን ምን አለ? ውሃው ውስጥ እየተደፈቀ ባለበት ሰዓት آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين የእስራኤል ልጆች ባመኑበት ጌታ አመኛለሁ ከርሱ በስተቀር አምላክ እንደሌለ መሰከራለሁ እኔ ከሙስሊሞች አንዱ ነኝ አለ። ትላንትና ሙሳ መከተል ውርደት ነው ይል የነበረው ዛሬ ራሱን አባል ለማድረግ ሞከረ። ሚነል ሙስሊሚን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ጊዜው አልፏል አለው። ማመን ቅጣት ከመጣ በኋላ አይደለም። አልአን ወቀድ አሰይተ ሚን ቀብሉ አሁን ነው የምታምነው ድሮ ስታምጽና ስትሸፈት የነበርክ ሰው ይላል።
እነዚህም እንደነው ያሉ ያሉት አመንና ቢላሂ ወህደ ወከፈርና ቢማ ኩና ቢሂ ሙሽሪኪን እናሻርክበት የነበረውን ነገር ሁሉ ክደነዋል አሉ። ግን ምንድነው ጅብ ከሄደ ውሻ ጮህ አይነት ነው። فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا قطعاتችንን ሲያው ጊዜ ማመናቸው የሚጠቅማቸው አልሆነም ይላል። ሱነት الله ይሄ ደግሞ ያ الله سبحانه وتعالى ሱና ነው። ብሮም ጊዜ ካለፈ በኋላ የሚያምኑ ሰዎችን አይቀበላቸው። وقد ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر الله سبحانه وتعالى يباريان توبه يقبلال روحو غرورو اسكال درسچ درس ወደ جهنم አንድበር ወደ جنت አንድበር ከተከፈተ በኋላ ያንን ሲያይ አሁን አመኛለሁ ባክ ጌታ ይመልሰኝ ረብ ርጂኡን ቢላ በቃ አይሆንም ከላ አይሆንም ነው። وخسر هنالك الكافرون كهاديان ያኔ እዛ ቦታ ላይ ይከስራሉ ይላል። الله ከክስረት ያድነን። የሱረة المؤمن ወይ የሱረة غافر تفسيرنا ማብራሪያ እዚህ ላይ ተፈጽሟል። ولله الحمد والمنه